مثال واحد يا شباب، يقول لي في الشكل المقابل رسم لي منشور بهذا الشكل، وده شعاع ساقط، عمود مقام، شعاع منكسر، وده طبعا الشعاع الخارجي نمثل السطح الفصل. هنا زاوية رأس المنشور عند النقطة X هي باي 1 سيتا 1، هنا عامل لي سيتا 2، طبعا دي زد ودي واي. بيقول لي إيه بقى؟ في الشكل المقابل عند زيادة زاوية السقوط اللي هي مين يا أولاد؟ اللي هي فاي 1 زاوية السقوط الأولى، فإن يا ترى فإن يحصل إيه؟ هل سيتا 2 تقل؟ ولا سيتا 2 تظل ثابتة؟ ولا سيتا 2 سيتا 1 تقل؟ ولا سيتا 1 تزداد؟ ثواني يا شباب، استاذ السكرين وقت. نعم. لا لا لا، هترجع تاني حالا، ظهرت معانا يا شباب. تمام. ولا الشعاع ينعكس انعكاس كلي، ولا الشعاع ينعكس انعكاسا كليا على الوجه اكس واي؟ معانا نص دقيقة نفكر يا شباب، في عندنا اختيار. الاختيار كم وكم؟ تمام، هتكون أنا بقول ألف ودال. ألف ودال. طيب ما هتاب، رأيك إيه ما هتاب؟ نفس الرأي يمنى، ألف ودال. طيب باقي الناس رأيها يا شباب؟ الرأي يا شباب باقي الناس؟ باقي الناس رأيها إيه يا شباب؟ مش لازم نذاكر أول بأول عشان نعرف نجاوب؟ طيب دلوقتي لو احنا قلنا مثلا ان الاختيار فين الف ودال، تقصد هو بيقول لي عند زيادة، وعند زيادة فاي 1، فان يمنى اخترت ايه وايه يا يمنى؟ وانا اعملها واحد ألف اتنين، استنى ثواني ألف بس اعملها، يبقى نخليها الف وباء وطبعا دي جيم ودال وهاء. يلا هتاخدي ايه؟ ألف ودال برضو. ألف ودال. طيب نبدأ اختيار اختيار، ليه أنت خدت ألف؟
اللي هي فاي 1، مش دي كده فاي 1؟ يعني زاوية صغيرة اهي. الشرح طبعا هينكسر وهيخرج كده يا شباب. فنبص نلاقي إن زاوية الانحراف نفسها لما تيجي تشوفها هتلاقيها زاوية كبيرة جدا. تبقى زاوية إيه؟ كبيرة جدا. لأ بالراحة، واحدة واحدة بقى عشان أفهم. يعني إيه؟ يعني لو فاي 1 قليلة فألفا، لو فاي 1 قليلة فألفا تلاقيها كبيرة. الله، ده كده طلعت علاقة إيه يا ولاد؟ طلعت علاقة إيه كده؟ فردية واضح عكسية إنها أصلا. علاقة عكسية. طب مين اللي قال عكسية؟ كانت يمنى ولا مريم ولا البتول؟ مهتاب مهتاب الآن. كانت مهتاب. ماشي ماشي يا مهتاب. طبعا مهتاب بتدافع عن رأيها بقى، بتقول لك أنا كسبت أهو. أنا كده لو إن فاي 1 هتزيد، أو فاي 1 لو قليلة فألفا ها هتبقى كبيرة، ولو فاي 1 خلي بالك معايا، لو فاي 1 زادت زي ما أنا شايف إنها بتزيد أهو، هيحصل إيه بقى؟ ها هيحصل إن ألفا هتقل. ألفا هيحصل لها إيه يا ولاد؟ ها هتقل، هتنزل ألفا تقل كده. ها طيب زود كمان مرة، زود ها ما نازل كده بتحرك كده، يوم يحصل إيه؟ ها تقل وتقل. ماشي، لحد ما نوصل فين بقى يا ولاد؟ لحد ما نوصل لزاوية انحراف صغيرة جدا، مفيش أصغر من كده، فدي نسميها أقل زاوية إيه؟ انحراف. ونديها رمز الفا او، نديها رمز ايه يا اولاد؟ الفا او. وده بيحصل عند زاويه سقوط معينه، اقل زاويه انحراف عند قيمه هذه زاويه السقوط اللي هي فاي 1، او احنا بنسميها فاي او على اعتبار انها قيمه مميزه، يكون قبلها اقل زاويه انحراف، اقل مستر زاويه انحراف. اسالني السؤال. مستر، طب هو هنا زاوية الانحراف امتداد الشعر ضوئي الساقط واللي هي الخارج المنكسر، ممكن بقى توضحها ازاي بتقل وبتزيد؟ يعني بص ترسم زاوية الانحراف. طيب، هي زي مثلا هات الشعر الاخضر كده، لو انا جيت خدت الاخضر ده كده على استقامته، اهو كل شعر هتاخديه على استقامته والاخضر على استقامته، فيبقى هنا كده زاويه الانحراف. تمام. طيب نيجي بقى ناخد الازرق على استقامته، الازرق ناخد الازرق على استقامته، ناخد الازرق كده على استقامته، هتلاقي ان الزاويه دي اكبر من الايه، من مكان الزاويه اللي هنا الازرق، هتلاقي ان الزرقاء دي اكبر من الخضراء دي. خلاص، يبقى ده معناه ان انا كل ما ازود زاويه السقوط خلاص زاويه الانحراف بتقل، زاويه الانحراف بت ايه بتقل. يبقى الجزء اللي انا شايفه قدامي ده هو لو جيت اوصله على بعضه كده الاقيها طالعه معايا بالشكل ده كده، واقوم بقى كاتب عليها بقى اللي انا شايفه قدامي. انا شايف ايه؟ كان رأي مهتاب أنه كلما زاد زاوية السقوط الأولى هيحصل إيه يا أولاد؟ تقل زاوية الانحراف. صح كده الكلام؟ إلى أن نصل إلى زاوية سقوط معينة يقابلها، يقابلها إيه يا أولاد؟ يقابلها أقل زاوية إيه؟ يقابلها أقل زاوية انحراف.